المؤتمر هو الأخ سي راشد طالبي العدمي المنسق الجهوي ووزير وعضو المكتب السياسي ديال الحزب، إلى أنه في آخر ساعة اتصل بي البارح بالليل وقال لي ودي راه عندي التزام رسمي اليوم في هذه الساعة بالضبط، وراه ما يمكنليش نحضر لا في المؤتمر ديال العرايش ولا في المؤتمر ديال طنجة، فالرجاء أترأس المؤتمرين. قلت له أعتذر لأن طلبت مني مرة أخرى أجلنا حتى دابا الأجل، قال لك لا لا يمكن. إذا أنا هنا بتفويض من عن رئيس الحزب سي عز أخنوش وكذلك برضا السيد المنسق الجهوي الأخ رشيد طالبي العدمي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني هذا وهذا الخطاب موجه للشباب الحاضرين معي اللي عندهم أمل في المستقبل في هذا الحزب. عندما التحقت في حزب التجمع والأحرار هذه 20 سنة كنت أصغر منكم بكثير وكان ظروفي أقل منكم بكثير، حيث التحقت بالحزب وكانت عملية عادية، خيارات عادي، كانت الحملات الانتخابية، كان فرق الأوراق، كان أمل بالمشروع الحضاري اللي هي حزب التجمع والأحرار. اخترنا بالنسبه علاش اختارينا هذا الحزب هذا سابقا، انا قلت لكم سابقا بان كنت منخرط قديم في هذا الحزب لان كنامن بالخط التحريري ديال الحزب، الورقه المذهبيه ديالو اللي كيشتغل عليها كانه حزب وسط، حزب ذو كفاءات عاليه، حزب بعيد عن الشنآن ديال القيل والقال، وهذا حزب يؤمن بالعمل، وهذا هو الفضل لهذا الحزب هذا، وهذا هو الفضل اللي كيرجع لهذا الحزب باش تقتبل الشباب. الحزب الجديد يعني نشوفوا عاود شنو هو البرامج ديالهم، شنو كذا، فهمتيني بزاف الحاجات، وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق في شي حاجه ديال اللي يقدموا الشباب، الا كان شي حاجه واضحه غنتمشاو معاهم، كازي شي حاجه واضحه يسمحوا لنا بحال اللي يسمحوا لنا يا اخرين، وصافي هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للهدف ديالي من انني نحضر هذا المؤتمر، هو اول حاجه انك باش تعرف البرنامج ديال المؤتمر، برنامج ديال هذا الحزب، البرنامج ديالو السياسي على من ناحيه ديال الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه سياسيه. الرحيم، المؤتمر الاقليمي السادس اللي كينعقد اليوم الجمعه 21 ابريل بطنجه، ياتي بعيد انتخاب السيد عزيز أخنوش رئيسا للحزب، انتخاب ديالو عرف واحد الديناميه جديده، عرف ضخ دماء جديد داخل الحزب، وخلق واحد الرغبه لدى واحد المجموعه ديال المواطنين باش يلتحقوا بالتجمع الوطني الاحرار بصفات عامه. هذا يعني الرهان الاول، اما على المستوى الاقليمي ياتي هذا المؤتمر على ضوء اعاده البناء في اطار اعاده بناء الحزب، في اعاده اطار بناء الحزب مع التراكم اللي كيتوفر عليه التجمع الوطني الاحرار في طنجه اصيله. فبالتالي بحال اللي كيعرف الراي العام المحلي، هذا المؤتمر كيجي بعد واحد الاجتماعات ماراثونيه من اجل التوافق حول مجموعه ديال الفرقاء الحزب، الفرقاء الاخوان اللي كانوا يعني كتفرقوا من بعض اوجه النظر. اليوم بعد هذه الاجتماعات اللي كان الشعار ديال التوافق، كان شعار ديال التنازل، كان شعار ديال المصلحه العامه ديال الحزب والمصلحه العليا ديالو، استطعنا باش نجمعوا الشم، استطعنا في نفس الوقت باش نستقطبوا دماء جديده ونخب جديده عندها وزن على المستوى الاقليمي والجهوي والوطني. وبالتالي اعتقد بانه اليوم نحن في الطريق الصحيح فيما يتعلق بانطلاقات العمل ديالنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد احلو شكرياسي المنسق الاقليمي لحزب تجمع الاحرار بعمل طنجه اصيله. هذا الاستحقاق اليوم هو استحقاق مهم جدا اللي كياكد بان حزب تجمع الاحرار حزب مؤسسات، حزب كيحترم القوانين التنظيميه لا سيما قانون الاحزاب السياسيه اللي هي كتاكد على جميع الاحزاب السياسيه باش دير المؤتمرات ديالها في الاوقات القانونيه ديالها. اذا احنا في وقتنا عملنا مؤتمر اقليمي ديال تجمع الوطني الاحرار استعدادا للمؤتمر الوطني اللي غادي يكون ان شاء الله 19 20 21 ماي في جديده في الشهر المقبل. علاش هذا المؤتمر الاخوان الاخوات؟ كتعرفوا حزب تجمع الوطني الاحرار حزب بدا
واحد المسار ديال التغيير ديال القياده ديالو على المستوى الوطني على المستوى المركزي والان على المستوى الجهوي مؤخرا والان على المستوى الاقليمي تتغير القياده سواء على مستوى الاتحاديه الاقليميه للمدينه اللي هو جهاز تنفيذي اللي يقوم بعمليه تاطيريه وتعبويه ديال المدينه. اذا الجهاز سيكون جديد ان شاء الله، المؤتمرين سوف يكونون جدد ان شاء الله الذي يمشيو للمؤتمر الوطني، المجلس الجهوي التمثيليه ديالنا احنا كطنجة في المجلس الجهوي كذلك الجدد، واخيرا النقطه الاساسيه البرلمان الحزب اللي هي هيئه سياسيه اللي كتخذ قرارات استراتيجيه ديال الحزب اللي هو المجلس الوطني اللي تكون فيه التمثيليه ديال طنجة، ثلاثه ديال الاخوان سواء جوج ديال الاخوان واحد الاخت سوف نعمل على انتخابهم كذلك من اجل تجديد النخب وتجديد الدماء في هذا الحزب التجمع الوطني الاحرار. شكرا.